بمطالبة بالإجلاء تلاشت الأمال في رفح، وبموافقة حماس على المقترح المصري للتهدئة عادت من جديد. واليوم يا أسامة الأمل يراوح مكانه بانتظار رد إسرائيل على هذا المقترح. صحيح يا راوي، الكثير من التفاصيل حول يعني ما دار خلال الساعات الماضية. إسرائيل مثلا قالت في البداية إن المقترح الذي وافقت عليه حماس لا يلبي مطالبها، لكن يبدو أن هناك ضغوط شعبية تتزايد في إسرائيل، وكذلك أيضا تهديدات بالتصعيد خاصة طبعا من أهالي المحتجزين. ربما هذه الأمور تجعل الحكومة الإسرائيلية تغير من موقفها خلال الساعات المقبلة. بالفعل يا أسامة، فالكرة الآن هي في ملعب تل أبيب كما تقول حماس، والتي أيضا كشفت عن أن المقترح سيتم على 3 مراحل. المرحلة الأولى ستمتد ل 42 يوما يا أسامة. صحيح. تفاصيل أخرى أيضا. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. خلال هذه الفترة ستقوم حماس بالإفراج عن 33 من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. كذلك أيضا سينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي، وسيسمح أيضا بحرية الحركة بين الشمال والجنوب. أما المرحلة الثانية فهي أيضا من 42 يوما، تتضمن اتفاقا لاستعادة هدوء مستدام في غزة وانسحاب كامل لمعظم القوات الإسرائيلية من غزة مقابل إطلاق سراح أفراد من قوات الاحتياط الإسرائيلية وأيضا بعض الجنود وأسرى فلسطينيين. أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتضمن الانتهاء من تبادل الجثامين وأيضا البدء في إعادة الإعمار وفقا لخطة تشرف عليها قطر ومصر والأمم المتحدة، ثم إنهاء الحصار الكامل على قطاع غزة. هذا بالنسبة لتفاصيل الصفقة بانتظار طبعا موافقة إسرائيل عليها، لكن ميدانيا لا يبدو أن الأمور مشاهدين تتجه للتهدئة. الدبابات الإسرائيلية توغلت في مناطق شرقي رفح، هي تقترب من المعبر مع إطلاق نار كثيف وأيضا اشتباكات عنيفة في منطقة شرق رفح التي طولب سكانها صحيح بالإخلاء بالأمس. صحيح، وهي كانت ساعات صعبة على مدار ساعات الليل بالأمس، كانت ساعات صعبة في هذه المنطقة وكان هناك إطلاق نار في هذه المناطق. هيئة المعابر في غزة كذلك قالت بأن الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح. أما موقع أكسيوس الإخباري فنقل عن مصدرين أن الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. هذا التصعيد طبعا أثار ردود فعل دولية واسعة. ماذا قالت الأطراف حول هذه القصة؟ طبعا مشاهدينا، بالنسبة لردود الأفعال الدولية، مسؤول أمريكي عبر عن قلق الولايات المتحدة إزاء الضربات التي تشنها إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنه أشار أيضا إلى أن الضربات على رفح لا تمثل عملية عسكرية كبرى على ما يبدو. أما في الإطار الأممي، الأمين العام للأمم المتحدة راوية كذلك أنطونيو غوتيريش قال وحذر بأن الاجتياح البري لرفح سيكون أمر لا يحتمل بسبب عواقب الإنسانية المدمرة وكذلك تأثير المزعزع للاستقرار في المنطقة. في إطار ردود الأفعال الأخرى، العاهل الأردني أيضا الملك عبد الله الثاني وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على ضرورة تجنب الهجوم الإسرائيلي البري تحديدا على رفح. أكد أيضا أن الهجوم الإسرائيلي على رفح من شأنه أن يؤدي إلى مذبحة جديدة للمدنيين الفلسطينيين.